قناة مائير وحكيم. أهلا بكم يا جماعة، اليوم حجاوب على سؤال اتكرر أكتر من مرة، وهو لماذا لم تحصل على الجنسية البريطانية يا حكيم، مع أنك بقالك في بريطانيا أكتر من 16 سنة؟ مش بس كده، ده أنت كمان أوروبي، يعني عندك الباسبور الأوروبي. فخليني أجاوب على هذا السؤال وأحاول أخلي الإجابة مختصرة، وبعدين أخش في التفاصيل عشان لو في واحد عايز يروح ولا مستعجل ولا حاجة، ولكن أنصحكم تعودوا في التفاصيل لأنه فيها معلومات مفيدة. أنا لم أحصل على الجنسية البريطانية لأني كنت أشتغل تاكسي، وإنت تعرف لما واحد يشتغل تاكسي الفلوس بتيجي كاش وبتطلع كاش، يعني ما عندكش ورقة تثبت دخل لك كام وطلع لك كام، بعكس الشغل العادي اللي هو لما تشتغل في شركة يا إما تابع الحكومة بيجي لك كل شهر باي سليب مكتوب فيه انت دخلت كام وبتاع، فهذا تقدر تثبت فيه. فهذا أول سبب، معرفتش أثبت أنا بدخل كام كل شهر، وهذا شرط من الشروط، يعني لما تيجي تقدم على الابليكيشن لازم تثبت ان انت كنت شغال 5 سنين قبل الابليكيشن، يعني لو انت قدمت في 2016 لازم تكون شغال من 2011 وتثبت ان انت كنت شغال. طيب تاني شيء، انا كنت بجرب هذه الشغلة الجديدة، شغل التاكسي، يعني لسه تجربة، فاشتغلتها تقريبا 5 سنين. اول سنتين طبيعي ان انت لما تبدأ شغل جديد او شركة جديدة المكسب بيكون ضعيف، تشتري عربية لسه جديدة، وبتشتري مثلا رخصة للسيارة، وبتشتري رخصة للسواق، فكل هذه فلوس طلعة. فانت لما تيجي تحسب بقى في اخر السنة طلعت كام، بتلاقي انه في اول سنة سنتين المكسب ضعيف، هذا طبيعي مع اي شركة جديدة. فانا اول ما قدمت الاوراق للحكومة بصوا قالوا لي طيب اول سنة سنتين اصلا انت مش مطلع حاجة، يعني كأنك مش شغال. فهذه او تاني سبب انه ضيعت مني سنتين كأني عندي 3 سنين بس. طيب وما هو ثالث سبب؟ ثالث سبب انه الست اللي في الاوفيس معرفتش تشرح لي تمام. انا دفعت لهم 65 باوند استرليني على اساس ان هي ايه تنصحني اقدم ايه وابعت ايه، ومعرفتش تنصحني، قالت لي ابعت هذا وهذا وهذا، وفي الاخر طلع كله فنكوش. هي قالت لي بس ابعت الورقة اللي بتبين كل سنة المكسب بتاعك كان كام، ولكن بعد ما بعتهم بعتولي قالوا لي لازم تبين لنا كل زبون، كل واحد ركب سيارتك دفعت له كام واخد كام، تقريبا شيء زي هيك. فانا اول ما اديت لهم ورقة واحدة فقط في اخر السنة المكسب بتاعي قالوا لي شو هذا؟ فانا قدمت بس في الابليكيشن بتاعي 5 اوراق ولا ليهم لازمة. فهذه ثالث سبب رفضوا، فالست هذه ما عملتش اي شيء مفيد في حياتها، الله يسامحها بقى. فهذه 3 اسباب، شغل التاكسي يعتبر السبب الرئيسي اللي انا اترفضت في هذه الابليكيشن يا جماعة. وهذه نصيحة عايز اقولها للناس، انت لما تروح على اي بلد حتى لو مش لازم يكون بريطانيا لازم تخلي معاك ورقة تثبت كل شيء، ما تستهونش بالموضوع واي ورقة تجيلك ترميها وبتاع، خصوصا الباي سليبس اللي بتبين مدخولك. ومش بس كده، ده انت كمان لو ما عندكش مدخول ممكن تقدم على مساعدة من الدولة بيساعدوا فيها الناس اللي هي ما بتشتغلش عقبال ما يلاقوا شغل، هذا اسمه جوب سيكر الاونس، هذا يعتبر كأنك شغال بالظبط، كل شهر يبعتولك ورقة تبين لك دخل كام وطلع كام كأنك شغال. ومش بس كده، ده انت في اخر السنة يعني يا اما نص السنة حسب الكمية اللي بتقدم على المساعدة يبعتولك التاكس بقى، يقول لك انت لازم تدفع هذا التاكس كأنك كنت شغال، مع انه انت ما كنتش شغال، هذه مساعدة ولكن يعتبر كأنك كنت شغال تاخد مساعدة من الدولة. فأحسن من انك تكون قاعد فاضي اليدين زي ما انا قاعد دلوقتي، أحسن تقدم على مساعدة على الأقل تثبت انه كان في شيء بتعمله في حياتك، يا اما تثبت ان انت في بريطانيا. انا الآن معرفش هلأ لاني وقفت التاكسي اصلا معرفش اثبت ان انا قاعد في بريطانيا اصلا، ولكن ان شاء الله هشوف
يمكن أبلش في شغل جديد. أنا دارس هندسة ميكانيكا، فأنا أحاول إن شاء الله ألاقي شغل هندسة لو تيسرت الأمور. أنا لسه مش عارف الوضع إزاي وما هي الخطوة القادمة في المستقبل، فهذه نصيحتي ليك. دايما خلي معاك الأوراق. البنك مثلا، أنا من أول ما وصلت بريطانيا عمال أجمع أوراق البنك، بعندي كوبش قدي كده. هم بتوع البنك دايما بعتوا لك يقولوا لك جو بيبرلس، يعني خليك بدون اوراق احسن. كل حاجه خليها في الاكاونت بتاعك في الانترنت، وقت ما تحب تفتح تشيك على الورق اللي انت بدك اياها. ولكن انا عن نفسي مختار الاوراق، يعني كل شهر يجي لي البنك في البريد وبقيت محوش اوراق قد كده. فدايما خلي معاك ما عندك اوراق. ومش بس هيك، انصحك كمان اي بلد تروح لها دايما خلي معاك ورقه فيها التواريخ. اكتب اول ما وصلت البلد كان تاريخ كام، اول ما طلعت اجازة كان يوم كام، ورجعت من الاجازة يوم كام، اول ما خدت رخصة القيادة كان يوم كام، اول ما اجرت هذا البيت كان كام، اول ما طلعت من هذا البيت. كل هذا لازم يتكتب، راح يفيدك كتير في المستقبل. لو انت بتملى ابليكيشن استمارة راح يسألك امتى خدت رخصة القيادة مثلا، فانت لسه هتقعد تحتاس وتدور. عندك هذه الورقة مكتوب فيها يوم كذا، في ثواني تحط المعلومة. فهذه نصيحتي الثانية، ان انت دايما سجل التواريخ. كل شيء بتعمله تسجله في ورقة، راح تفيدك كتير في المستقبل. من ناحية التكاليف، عشان ما ننساش هذه النقطة، الاستمارة كلفتني 1005 باوند. تخيل الخمسة هذه مزعجة الصراحة. المهم خلينا نقول 1000 باوند استرليني، ولكن الآن رفعوا سعرها صارت 1300 باوند، من كتر ما في ناس بتقدم على الجنسية والأجانب والأوروبيين واللاجئين، فراحوا رفعوا السعر. غير طبعا الامتحان، دائما لما قبل ما تقدم على الاستمارة في امتحان عن الهيستوري بتاع بريطانيا، فاعمل حسابك انت كله الآن ممكن يكلفك 1500 باوند عشان تقدم على الجنسية البريطانية، بعكس بلاد أخرى زي ألمانيا. سمعت انه 300 يورو ولا 200 يورو ممكن تقدم على الجنسية، ارخص بكتير. ولكن هنا كله عمال يقدم فرفعوا السعر يا جماعة. هذه نصيحتي ليكم، واديني جاوبت على هذا السؤال، لماذا لم احصل على الجنسية بعد 16 سنة. اتمنى هذه الحلقة تكون افادتكم، والى حلقة قادمة ان شاء الله. وهي الناس مجتمع هنا عشان ياخدوا الهدوم تبعهم. المكان هذا مهيئ ومعمول من شركة اسمها